وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية إلى عمان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي تستضيفه منطقة البحر الميت على مدى يومين. يشارك في المؤتمر 57 دولة من أعضاء المنظمة وست دول من منطقة البحر المتوسط الشريكة من أجل التعاون وعدد من المنظمات الدولية بهدف مناقشة الفرص والتحديات الأمنية المشتركة في المنطقة المتوسطية.